مع السي سعيد نصري رئيس نادي الوداد الرياضي. اهلا وسهلا، اهلا متتبعين قناه سات تي في. ربما بدينا في واحد المرحله معينه وما نجحناش فيه، وحنا بصدد هذا هو السبب على جدنا كامونضي، الا ان كامونضي كيبان ليه راي اخر وما بغاش يستمر معنا. الجمهور كذلك كيطرح واحد التساؤل حول ايوب سكومه، لماذا هو غائب لحد الان منذ القدوم ديالو؟ وحنا انتدبنا ايوب سكومه باش يقدم الاضافه. كاين بعض المؤاخذات على سعيد النصري كونه كيدير دائما تينتدب اللاعبين قبل قدوم المدرب، وهذا كيتطابق تدخل في الاختصاصات التقنيه. اذا المنخرطين الجدد حنا خلينا على العاتق ديالنا مع جميع مكونات النادي اننا ناخذوا هاد المنخرطين على اساس انهم جدد ونعطيهم مركب ويناس كيف كيعرف الجميع انه تقتنى نادي الوداد الرياضي شي سعيد النصري. بالنسبه لانوار الزين، لماذا لم تقبل استقالته؟ دابا انا ما كيتقحم اسم انوار الزين على اساس انه هو المدبر ديال هادشي، خاص ياخذ بدل الان تاينا بغاو مثلا يمشيو يستافدوا منه ماديا يمشيو في فابور. كون على يقين اننا مداركين الامور وان شاء الله نشوف الاتجاه الصحيح.